السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم يوسف صديقي من هاوتن، وإحنا موجودين عند توليسان. توليسان يا إخوان، أنا أتمنى فيلم يا يوهان سكاركوف، أنا أبيدي أندر أوت، that is the Hollanders. Okay. توليسان اللي إخوان في المغرب، عبد المجيد النايب ويوسف أوزكان هما اللي تيصوتوا، ودرنا معاهم واحد الفيديو. معنا الاخ صديق من فرنسا، البطل ديالنا الكبير، وحنا مثلا إكماك خير ريكلامه، ما تنديرش الريكلام بالنسبه لهاد الناس، ولكن حيت هاد الشيء خدم ليا انا داكشي علاش تنستعملو. يا ذات از بكان في المغرب، توليا من فورت جهاز كان ضمن الماروكو كاك ديت. هاد الحوايج هادو بالنسبه للناس خدموا بهم في المغرب وخدموا، وكون ما كانوش مزياني بالنسبه لي انا ما نديرش ريكلام، انا خدمت بهم. اوه انا مقوق يا مخ اوف باتشيف، هذا كان فرطاله، كان هاي مخ في طول يمين. خلاص خلاص خلاص، اوه ساكت فاس طول يمين. Toliamin hat den Vorteil, das ist L-Methionin und L-Lysin. Das sind ganz hochdosierte Aminosäuren. Und für die Regeneration, wenn die Tauben vom Flug kommen, ist es das beste Produkt. Das sind hochdosierte Aminosäuren. L-Methionin, L-Lysin. L-Lysin, das ist auch noch einmal auf. هادشي كلشي راه مكتوب اللي قالوا فيه واحد المادة. ما لا باس نستاش ما دي ال، وي هاف نو ال، ذات از فيل بيسر. وي هاف ال، وي هاف ال، ال ميتيونين ال وزين. دوش حنا هاد المسائل هادي درنا هاد الفيلم غير باش نوضحوا للناس في المغرب بان كما الاخ صديق راه شوبيون بوشاب. واخا انا غادي نسلموا عليه. هادو الناس تيستعملوا هادو البروديكت، ياك الاخ صديق كون ما كانش مزيان ما غنقولوهاش. ياك ذات از باش نيتو لا باش طوخ خساك سي الميور ماك سا سا اي دكتور بوكون سي ام كو يولي خبرها غوك ديت سي الميور دي يا مراف دوليسان اي دكتور بوكون اي دولا سي مار خيولي اتش بات فرزينو فور كان كوبل ايز بروديكت يا نيه دات كان المال. اوكي اوكي، السلام عليكم ورحمة الله.